السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم فيديو، هذا اللي حطيته لكم في المنشور السابق. قلت لكم هذه العجله واش غادي نخدم بها واش غادي نخرج بها. شوفوا، جبت هذه العجله تاع السياره، هذه زعما قديمه ما نحتاجوهاش، تاع اللوطو تاعنا تقطعت، هي قلت نعاود نخدمها. غسلتها مليح مليح كما شفتوني بالرغوه والشتاء، لازم تقرعي منها كاع داك الحموم وهذوك الوسخ. وجبت خليتها تنشف مليح على جهه، وجبت القاطفه هذه الجهه اللي تجي الاستيك، وديتها على حساب المحيط تاع العجله تاعي، والعرض تاعها وسعي شويه، مهم دوبلي العرض تاع العجله دوبليه. وجبت لي لاواط، ولاواط دورتها على العجله كما راكم تشوفوا، ولصقتها بالكولا، لصقتها غير بالكولا غير هكا. ما ديروش البونش، ديروا لاواط احسن، لاواط يساعدكم في الخدمه ماشي كيما البونش، سورتو في العجله هذه. مهم تدوروا دائما، دوري على العجله هاد لاواط، ولصقي كيما راك تشوف غير بالكولا برك، من تحت ومن الامام كاع الحواف تاعها. خليت هذيك القطيفه اللي شفتوني لصقتها، خليتها تنشف، ودوك نركبها فوق هاد اللاواط. هاد اللاواط يتباع بالمتر، انا شريت بالمتر ماشي تاع الساشي، قد متر تكفيك، قسميها على 2 غادي تدير لك وحده. جبت هذيك القطيفه كما شفتوني، خليتها نشفت، ولا عندك ماشينه خيطيها، ولا ما كانش ديري غير بالكولا كما درت انا. دخلتها في وسط هاد العجله هذه، وفي وسط هاد اللاواط، ولصقت كما راكم تشوفوا القطيفه، لصقتها الداخل هذاك الفارغ اللي في وسط العجله. شوفي داك الفارغ من تحت، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. شفتوا العجله تجي خاويه من الداخل، دونك لصقتها من تحت، لصقت بالكولا الاولى، ومن بعد نعاود شوفوا باش غادي نعاود نزيد نمتنها مليح مليح. تقعدي تجبدي خطره من الفوق خطره من تحت، خطره من الفوق خطره من تحت، باش وجبدي مليح باش تجي بومبي وتجي مشابه من برا، تكون عندها لا فينيسيون شابه. شغل جبدي القطيفه ما تخافيش منها، ورانا دايرين لاواط يعني غادي تجي بومبي، تجي شابه. خطره ديري من تحت خطره من الفوق باش ما تهربلكش القطيفه كما راكم تشوفوا، كيما راني ندير انايا. حنا نحاولوا نستغلوا هاد العجلات هادو القدم، ولا تاع لوطوطك، ولا ما تحتاجيهمش، ولا دبري من برا، ولا وخدمي بهم ديكور شباب. تبعوا معايا حتى اخر الفيديو تشوفوا واش غادي نخدم بها. هنا غادي نجيب هاد القطعه، هاد القطعه تاع الخشب ديتها على حساب على حساب القطر تاع هاد العجله، يعني غير الداخل، غير برك هاد الفراغ الداخل، يعني هي كل وحده وشحال فيها. تبغى ديري حتى تاع البيسكليت تاع الدراجات الناريه، ولا انا درت تاع السياره وحسبت شحال فيها قطر، وجبت لوحه على حسابها. ومن بعد جبت هاد لاغرافوز هادي اليدويه مانيوال، تتباع عند الكانكايري، شريها وخدمي بها. هنا زدت متنت كما راكم تشوفوا بلا غرافيز، زدت متنت هذيك القطيفه باش درت بالكولا الاولى، ومن بعد زدت ثاني بلا غرافيز باش ما تهربليش القطيفه وما تطيرليش، هكا نضمنها خدمه متقونه ومتينه. درت كاع عليها هكا كاع السورتور عليها، ومن بعد نجيب هاد الحاشيه هادي او هاد السبته. ماذا برك التزيين، تبغي تخليها كيما راهي خليها، برك التزيين درت سبته منا شغل في الحاشيه تاع العجله، لصقتها كعاونت روحي بالكولا، ومن بعد درت بلا غرافوز. لازم الكولا هي الاولى غير باش ما تهربليش، باش تساعفني، ومن بعد درت بلا غرافوز. تبعوا معايا وتفهموا كيفاش راني نخدم. هاد لاكرافوز هادي اليدويه شويه تعيد ضر في اليدين، بصح لا غالب انا صدت هادي شويه رخيصه، يعني ماشي رخيصه، انا شريتها 145، قولي 150 ألف، راه عندها مده ملي شريتها ماشي غير الخطره. سناو معنا بلي شحال يديروا، مام هادوك اللي يخدموا بالكهرباء شويه غاليين زايدين على اليدويه. هادي تخدمي بها تحتاجيها في الدار، سورتو اللي تخدم شغل يدويه غادي تحتاجها في الدار. قلت لكم متنت بها هادوك السبتات، زيرتهم مليح بلا غرافوز، درت شويه الكولا غير باش ما تهربليش، قلت لهم بعد درت بلا غرافوز.
هذا برك غير التزيين تاع العجنه، يعني تقدري تخليها كيما راهي غير بالقطيفه ما ديري لها والو. انا برك درت لها هذا التزيين، ودوك نزيد ثاني نلصق اللوحه من الفوق، ندير لها الكوردون، ونزيد ثاني ندير دوك الرجلين دوك تشوفوا نلصقهم بليفيس. انا كما شفتوني راني درتها مكعب بالكرافوز هذه، وهذه القطعه تاع الخشب كما شفتوني قلت لكم عبرتها على حساب القطر الداخلي تاع العجله ماشي كامله، ولصقتها درت لها الكولا ولصقتها. هنا زيرت عليها مليح هكا شغل درك عليها وديري الكولا، زيري عليها وديري الكولا باش والكوردون باش تقبض روحها، ما يقعدش الفارق بين اللوحه وبين بين العجله. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، الفيديو راه واضح يعني. ولا ما فهمتوش شي حاجه ولا قولوا لي في التعليقات. هنا درت لها الكوردون باش تحكم روحها. في هاد القطعه تاع الخشب غادي نلصق الرجلين، رجلين يتباعوا عند لوازم الخياطه ولا عند الكنكيري، يجوا طوال رجلين طوال هذوك، المهم يجوا طوال ماشي كسار. هادو هما الرجلين، انا غير برك ما طقتش نصورهم وما يجوا طوال بالبزاف، فيهم واحد 50 سنتيم هكا. انا جبت قطعه تاع كرتون، الفيديو ما تصور ليش للاسف، قطعه تاع كرتون ثاني على حساب هذاك الفارغ، وغلفتها بالقطيفه ولصقتها كما راكم تشوفوا، وزيد لها ثاني الكوردون هذه اللي غادي تجي من الفوق تاع الخشب، تجي من تحت نلصق عليها الرجلين، وهذه تجي من الفوق. ندير لها ثاني الكوردون في الحاشيه، وهنا تقدري ثاني ديري قطعه خشب وتغلفيها. انا من شويه قام لي مصروف فيها، هي درت غير قطعه تاع كرتون وغلفتها. هذه اعاده تدوير تاع عجله تاع السياره برك، باش ما ترميهاش، تحتاجي تخدمي بها ديكور للمنزل، عاود ما تشريه بالدراهم، غادي تخدمي غير روحك في الدار. نكتبوا معايا حتى الفيديو حتى الاخير وتعرفوا واش راني نخدم. هنايا لصقت هاد الرجلين بالبليفيس كما قلت لكم مع اللوحه، هنا لازم من تحت قطعه تاع خشب باش يسقوا فيها رجلين مع ليفيس. هذا هو الشكل النهائي تاع هاد العجله هذيك. شوفوا كيفاش خدمتها، خدمتها على شكل طابل دو كوان ولا طاوله. درت لها ثاني قطعه تاع الزجاج من الفوق حطيتها، شوفوا كيفاش خرجت، خرجت تحفه ما شاء الله، يعني خرجت ديكور شباب للصالون. عاود ما تشريهم من برا، شري لي طابله هكا بالغلا غير بالعجله، وانت خدمتي طابله شابه، تشري برك الرجلين وتشرطي اللوحه والزداجه. وخدمت ثاني هاد الفازات، خدمتهم الفيديو راه في القناه تاع الفازه هذه. هكا وانت تحصلتي على طاوله وديكور روعه للصالون تاعك. شوفوا كيفاش خرج كاع ما تبانش باللي عجله تاع السياره، وطريقه سهله جد سهله. ان شاء الله تكون عجبكم وتكون فهمتوا تاني الطريقه. قولوا لي رايكم في التعليقات. الى اللقاء.